نزوح جديدة تضع أوزارها في مناطق الأهوار أثر جفاف الأهوار ونفوق أعداد كبيرة من الجاموس. الوضعية مات الماء هنا كلش تعبانة، كلش تعبانة، وإحنا وادم هالحلال وعلى الهور وهاي الشبايش نصه نصه، لا وظايف ولا هاي على الحلال، هاي شغلة تعبانة كلش، والماء نزل يعني حلالنا موت، نصه كله موت من الماء لغام، يعني تروح تطلع على برا الماء غالط طن ب 16 وهم بيه أزمة، السمك هذا كله طقومات، يعني شغلتنا تعبانة هنا. راح نواجه مشكلة هي مشكلة نزوح مربين الجاموس وسكان الأهوار إلى المدينة، وبذلك نضيف كم كبير من العاطلين والناس العاطلين عن العمل. هذه مشكلة كبيرة، مشكلة بلد، على الحكومة وعلى السيد رئيس الوزراء، كل من يسمع صوت الفقراء وصوت سكان الأهوار أن يتدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة. موجة النزوح هذه دفعت سكان الأهوار إلى التخلي عن مهنتي تربية الجاموس وصيد الأسماك، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، ما دفعهم إلى مطالبة الحكومة بإيجاد حلول واقعية. ماي غالي، هاي تجيب السيارات 15 و16 بالطن، هاي تقدر تشري؟ ما تقدر. من الهور شلنا عودة الولاية مثل ما تفضلت لك، الطن ب16 ما نقدر. ورغم انضمام الأهوار للائحة التراث العالمية، إلا أن شبح الجفاف لا زال يرعبها في كل صيف، ويبيد آلاف الأطنان من الأسماك، ويهجر مئات الصيادين ومربي الجاموس. من أهوار تشبايش غزوان الغزي، الشرقية نيوز.